مرحبا، بدي منكم تتخيلوا معي كهف مظلم جدا معتم. الأرضية فيه تراب كتير ناعم والسقف جدا واطي، يعني يا دوب تقدر توقف بهذا المكان. هذا الكهف مكون من حجرات صغيرة جنب بعض، توعوا بتلاقوا حالكم محبوسين بوحدة من هالغرف وقادرين تسمعوا أصوات ناس محبوسين بالغرف اللي جنبكم. كبني آدم طبيعي رح تحاول إنك تطلع من هذا المكان المظلم، فبتبدأ تبحث عن أدلة لمخرج، تنفض الغبار عن حالك، بتقوم مش عارف من وين تروح، تطلع حواليك، بتبلش تمشي. بجيك صوت بحكي لك الطريق مش من قدام، الطريق لفوق. بتطلع وبتتسلق باتجاه الصوت، بتشوف خيالات بلشت تتبين معك وضوء كتير بعيد. هون بتتذكر الناس اللي كانوا معك تحت، فبتقرر تحكي لهم عن اللي صار معك وإنه على ما يبدو في مخرج من هذا المكان. كتير منهم ما بيصدقوك وبيعتبروك مجنون وبيحاربوك، مع هيك مجموعة بسيطة بيقتنعوا بالإشي اللي انت بتحكيه وبيبدأوا يبحثوا عن أدلتهم الخاصة. بتكمل انت بطريقك لحد ما بتوصل لمرحلة بتفرع فيها الكهف لعدة تفرعات. هون بتوقف محتار، بتسمع صوت بحكي لك انك لازم تتبع حدسك وتختار واحدة من هاي الطرق المناسبة إلك انت بس ومش مصممة لأي حدا تاني. تفكر شوي، تختار واحدة من هالتفرعات وبتكمل بهالطريق لحد ما بالنهاية بتلاقي حالك على قمة جبل، انت والناس اللي دوروا على أدلتهم. صح كل حدا فيكم طلع من مكان مناسب إله، لكن بنفس الوقت كلياتكم تطلعوا على منظر كتير واسع ولسه في كهوف قدامكم بدكم تدخلوها وتحلوا أدلتها، لأنها رح توصلكم لرؤية أعم وأشمل. هاي القصة كلياتنا هون عناصر فيها، والزمن اللي بنعيش فيه هلأ بيشبه هذا الكهف المظلم، زمن مليء بالتناقضات والفلسفات، وإذا ما بنحاول نطلع بنكون كأنه عم ندفن حالنا بإيدينا، وأحياناً حدود هذا الكهف بتكون لا تتعدى نطاق العقل الخاص بكل واحد فينا، فبتكون أنت السجان والمسجون بنفس الوقت. مشان هيك ضروري دايماً ندور على أدلة تساعدنا نطلع ونلحق بالناس اللي فهموا حالهم والعالم أكتر منا. أنا اسمي إيثار وأنا كمان عايشة معكم بهذا العالم. الدلائل هاي بالنسبة إلي كتب. تتذكروا الصوت اللي حكى لي الطريق لفوق؟ بالنسبة إلي هذا كان باولو كويلو بكتبه اللي بتحكي عن أهمية التجارب الروحانية بالحياة. اللي تعلمته أن قوة الروحانيات تكمن في أنه من الممكن أن تسوء الأوضاع إلى أقصى حد، لكن استقرارك النفسي يبقى دائماً على حاله. ففي كتب بتساعدنا على توجيه أفكارنا اللي راح تنعكس على الطريقة اللي بنعيش فيها هاي الحياة. عند الضوء البعيد والخيالات اللي بينت معي، هناك تعرفت على معنى جديد للواقع تبعي بمساعدة مارك مانسون بكتبه اللي بتعرف الواقع بمعنى جديد. كل واحد فينا واقع مختلف عن الثاني لأنه أولوياته ومعطياته مختلفة عن غيره، فالضوء بالنسبة إليك غير عن الضوء بالنسبة إليك هناك. مارك بيحكي لك أنه تكوين أسرة لموسيقي مشهور وتخليه عن هاي الشهرة قد تكون السعادة اللي بيدور عليها وراح تخليه كل حياته مبسوط، بينما هاي النهاية نفسها لموسيقي آخر قد تعتبر فشل ذريع. التفرعات بالكهف كانت بالنسبة إلي مسارات ناس سلكوها ورح يسلكوها بالحياة. عزيز أبو سارة، كيلي جيمس كلارك ونانسي فوكس بكتابهم غرباء، جيران، أصدقاء كانوا الصوت اللي حكى لي كيف بقدر أتقبل الطرق الثانية اللي سلكها غيري حتى لو طريقي ما بتشبههم، وكيف إنه إحنا كلياتنا مرتبطين ببعض بطريقة أو بأخرى بالنهاية. ما بقدر أحكي لكم إني بتذكر أول كتاب قرأته أو شو الكتاب اللي أثر فيه فعلياً، لكني بوعى على وجود كتب كانت دائماً إمي تحطهم بين إيدينا وإحنا صغار. فأنا معكم اليوم نتاج وحصيلة أفكار ونقاشات دارت جوا دماغي وكونت إثاري اللي معاكم اليوم مختلفة عن إثار قبل سنة واللي لازم تكون غير عن إثار بعدين. طيب، بعيداً عن محتوى الكتاب نفسه، شو ممكن تضيف للكتب؟ دومينيك بوبي صحفي وكاتب فرنسي مشهور وبصحة كتير منيحة، لحد ما بيوم الأيام بسنة 1995 بيتعرض لحادث وبيدخل بحالة منسميها متلازمة المنحبس. بهاي الحالة المصاب عقله بيكون بحالة وعي كامل، بمعنى أنه بيشوف وبيسمع لكنه غير قادر على التواصل مع محيطه لأنه غير قادر على تحريك أي جزء من أجزاء جسمه. وبحالة دومينيك كان قادر فقط على تحريك جفن عينه اليسار، وبهاي الطريقة كتب رواية شاركنا فيها مشاعره وأحاسيسه اللي كانت مصاحبة له بهذيك الفترة، طبعا بمساعدة ممرضته كانت تمرق على الأحرف حرف حرف، ولما توصل عند الحرف اللي هو بده إياه كان يرمش بعينه اليسار. فهذا الكتاب احتاج إلى 20,000 رمشة عين لإتمامه. رمشة العين اللي بنعملها بدون وعي منا وبالعادة بتكون ردة فعل من الجسم، كانت الطريقة الوحيدة اللي قدر فيها بوبي يتواصل مع العالم حواليه.
وأنا بقرأ هذا الكتاب لا شعورياً كنت أحس حالي دائماً أني بحاجة أخذ نفس عميق، أتأكد أني بقدر أسيطر على أطرافي، بقدر أحرك لساني، بقدر أحكي. ولولا هذا الكتاب عمري ما كنت رح أفهم بشو بحس شخص بنفس وضع بوبي. هلأ مزبوط أن أفضل طريقة لفهم الطرف الآخر هي معايشة ما يعايشه تماماً، لكن أحياناً في كتب قادرة على إدخالنا في هاي الحالة. لما نقرأ عن قصة أو تجربة فنفس المناطق العصبية بالدماغ تتفعل كما لو كنا نعايش تجربة فعلياً، وهذا بيأثر على مشاعرنا تجاه العالم حوالينا. بنصير ننتبه على حياة الناس الآخرين وشو الأشياء اللي ممكن يعايشوها. ممكن كتاب يقدر يفهم معاناة نفسية عندك، معاناة ما حدا قدر يفهم عليك فيها، وهذا الكتاب كتب بزمن كتير بعيد عندك. أحياناً في كتب بتخليك تغوص في أعماق نفسك وتكتشف جوانب عميقة جداً بحالك ما كنت قادر توصل لها من قبل. وإلى جانب السفر والغوص في أعماق النفس، الكتب تعطينا فرصة نكون قراء مسافرين بالزمان والمكان من خلالها. حاجكم باستيلا هي رواية عن طريق حج قديم اسمه طريق مار يعقوب، بيمتد من جنوب فرنسا إلى أقصى شمال غرب إسبانيا، مسافته 800 كيلومتر وموجود لوقتنا الحالي ولسه في ناس بتقطعه. هذا الطريق المسافر أو الحاج بيقطعه سيراً على الأقدام، خلاله بيمرق على كنائس، أماكن سكن بعضها خاص فقط بالحجاج، أيضاً على مطاعم ومقاهي خلالها بيحصل على أختام خاصة بالحجاج تنطبع على جواز سفر خاص بالحجيج. بالنهاية لما يوصلوا لكاتدرائية مار يعقوب بديكم باستيلا بيستلموا شهادة الحاج، وهي دليل على سيرهم في هذا الطريق القديم. سلمان الضلعان من الأصدقاء اللي مشوا طريق مار يعقوب وخبرني إنه التفاصيل المذكورة بالرواية هو عايشها فعلياً كمسافر. هاي التفاصيل الدقيقة بتخليك كقارئ تعيش مع المسافر يومه بحذافيره وتعايش الأحاسيس المصاحبة للسفر، لأنه لما نقرأ قصة العائل بيصدق إنه إحنا خضنا أحداثها، وهذا بيعطينا تجربة جديدة نوعاً ما. من جانب آخر الدكتور طارق سويدان بيحكي لك اقرأ لمن تختلف معهم بالرأي، لأنه هذا الإشي رح يساعد على تكوين شخصيتك المستقلة الغير مهزوزة. بالتالي في كتب بتخلينا نسمع وجهة نظر أشخاص متضاربة بشكل كبير مع آرائنا، لكن اللي بتقدر تعمله إنك تكمل قراءة بصبر حتى توصل للتصور العام لفكرة الكاتب. نتعلم نكون مستمعين جيدين في حياتنا حتى لو رأي الآخرين مخالف تماماً لآرائنا، لكن لازم يكون في عنا إشي بيشبه الفلتر داخل عقولنا وظيفته يصفي الأشياء اللي بنقرأها. ما بيصير نكون زي الإسفنجة بنتشرب كل إشي بنقرأه، وإلا أصبحنا أشخاص مشتتين ما عندهم رأي خاص فيهم، مرة مع هدول ومرة مع هدلاك. وبرضه ما بيصير نكون أشخاص مسكرين الباب على عقولهم وما بدهم يتطوروا. طيب الأشياء اللي صفاها هذا الفلتر شو أعمل فيها؟ أكبها؟ أكيد لا، هاي بتعطيني تصور أعم وأشمل عن الأفكار والتصورات الموجودة بالعالم، بتخليني أشوف الأشياء اللي ما بتعجبني لكنها موجودة، بتفرجيني الأشياء اللي ما بنتمي إلها لكنها بتكون شخصية حدا تاني. هذا الفلتر عمره ما بيجي جاهز وعمره ما بيضل زي ما هو. بكل كتاب بتقرأه بكل نقاش مع حالك بتكون وكأنك عم تضيف أجزاء جديدة على هذا الفلتر، رح تغير طريقة قراءتك للكتب بعدين. طبعاً بداية مع وضع بعض الثوابت الأساسية بالنسبة إليك ومع القراءة والتحليل والنقاش رح توصل لنموذج مبدئي لهذا الفلتر اللي رح يتطور بعدين. القراءة بالنسبة إلي فضول والكتب هي النظارات. كل كتاب بتقرأه هو عبارة عن نظارة جديدة بتشوف العالم من خلالها. هاي النظارة ممكن تكون قديمة، بالتالي بتحس حالك المستقبل بالنسبة للكاتب. ممكن تكون نظارة طفل فضولي بحب يعرف كل إشي بس ما بيقتنع بسرعة. ممكن تكون نظارة لشخص مرق بمعاناة بتشبه معاناتك، بالتالي بتحس حالك منتمي لصاحب هاي النظارة. أو ببساطة ممكن تكون نظارة بشكل غريب وجديد ما تعودنا عليه، بتخليك تشوف الحياة من زاوية عمرك ما طلعت عليها منها. وأحياناً مش ضروري تقتني نظارة جديدة بكل مرة. قراءة مراجعة أو الاستماع لتلخيص كتاب بتكون بمثابة وكأنك استعرت نظارة صديقك لفترة بسيطة وشفت العالم بلمحة سريعة من خلالها. رحلة الاكتشاف هاي طويلة، وعمرك ما رح تلاقي الإجابة اللي بتدور عليها بشخص واحد، بالتالي عمرك ما رح تلاقي الجواب بكتاب واحد. وممكن الشخص اللي انت منتظر انك تتحاور معه يكون عم بخاطبك عن طريق كتاب. تتذكروا الناس اللي ضلوا بالكهف تحت وحاربوني وحاربوكم واعتبرونا مجانين؟ هدول ما بتقدر تحكم عليهم لانهم ما شافوا الاشي اللي انت شفته، عيونهم تعودت على العتمة، وممكن يكونوا دوروا وبحثوا عن ادلة واكتفوا باول دليل وقعدوا عنده، صار بالنسبة لهم هذا هو الاشي الطبيعي، واي محاولة جديدة للبحث بتشكل خطر عليهم. كم حدا فينا هون بيعرف اشخاص عزيزين عليه كتير، لكن هدول الناس شايفين حالهم ختموا مراحل الحياة
وما بعد الحياة حتى، ومقتنعين أنهم وصلوا للحقيقة المطلقة مع أول كتاب أو أول نقاش عميق مع أنفسهم. رح يعتبروك خارج عن المألوف لأنهم مقتنعين أنهم فهموا أكثر من غيرهم، مع أنه ممكن تكون أنت شايف أبعد منهم. بتحبهم أكيد، لكن اللي بتقدر تعمله أنك تكمل بطريقك حتى لو ما رح يشاركوك إياه. وعينا متغير وهذا الطبيعي، بكل مرحلة من مراحل حياتنا رح يدخل العقل في منطقة راحة لازم يطلع منها، ومع تطورنا الفكري ستتغير مناطق الراحة، وبكل منطقة بتطلع منها ستليها أخرى. هو أسلوب حياة معناه أنك بتتطور، مشان هيك دايماً لسه في كهوف تانية بدنا ندخلها ونحل أدلتها لأنها رح توصلنا لوعي جديد. أنا بعتبر أدمغتنا زي المنشور، الكتاب قبل قراءته هو عبارة عن الشعاع الأبيض الداخل إليه واللي بتغير انعكاسه بيعطينا ألوان عديدة بناء على الطريقة اللي بنقرأ فيها الكتاب أو بنتشربه. بالتالي كتاب واحد أقل إشي ممكن ينفهم بطريقتين، إما مع الكاتب أو ضده، وهذا أجمل ما في الكتب برأيي. هي مادياً إشي واحد لكن معناها بيتغير مع كل شخص بيقرأها. الآن ماذا بعد القراءة؟ أخليها توقف عندي بس تحدد ما أنا عليه فقط؟ مش ممكن أنا أكون بداية دليل لشخص آخر؟ ثمار القراءة برأيي تكمن في مشاركة التجربة مع الآخرين، تساعدهم يدوروا عن أدلتهم ويحلوها. ومش غلط تدون تجربتك أو رأيك بكتاب معين، لأنك ممكن تكون الدليل اللي بيبحث عنه شخص من المستقبل. كل كتاب بنقرأه هو مقدر له أنه يعلمنا إشي معين. القراءة والكتب إذا ما اختلطت بأعماقنا وصقلت شخصياتنا للأفضل فهي مجرد قشرة رح تروح مع أول نسمة هواء. القراءة لازم تخلينا أكثر تواضعاً، متعاطفين، مستمعين جيدين، متقبلين للطرف الآخر، تخلي عنا قدرة على الحوار بعقل منفتح، نعرف إنه في ناس كتير مختلفين عنا لكن بنفس الوقت قريبين كتير منا، وإلا فأنت ما بتاخذ من الكتب إلا عدد صفحات. فشو ما كانت الكتب اللي مرقت عليك أو حتى حفظتها، اللي بيهمني لما أجي أتحاور معك ألمس الفرق اللي أحدثته هاي الكتب فيك. فبسبب الكتب أنا معكم اليوم، شاركتكم بعض الدلائل اللي صارت بين إيدي لهلأ ولساتني في بداية الطريق حتى أطلع من الكهف اللي أنا فيه. فالسؤال عمره ما لازم يكون شو عدد الكتب اللي أنت قرأتها، السؤال شو تأثير الكتب على صقل الشخصية اللي أنت عليها اليوم. هل قراءتك للكتب لا تتعدى حدود دماغك؟ هل إحنا دايماً شايفين الدنيا بنفس النظارة؟ هاي الكتب كانت دلائلي أنا، فيا ترى شو حتكون دلائلكم أنتم؟ شكراً.